نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. رئيس الدولة يجدد تأكيد وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعو إلى تكثيف العمل الدبلوماسي لنصرة القضية الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي. مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية نسلط الضوء على دور المجالس المحلية في التنمية الجهوية وصلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الدفع والتكامل الاقتصادي. وفي علاقتنا بالأوضاع في فلسطين المحتلة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدد من المواطنين الذين التقاهم خلال زيارة أداها إلى منطقتي الانطلاقة والمنيهلة، أكد الوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما دعا رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة المذابح التي يرتكبها الاحتلال. تفاصيل أكثر في التقرير جميلة سويلح محمد. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة أمس إلى منطقتي حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى مجموعات من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. وأكد رئيس الدولة لعدد من المواطنين الذين التقاهم خلال جولته على مواصلة العمل حتى يستعيد الشعب التونسي كرامته كاملة، وشدد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. للشهداء ولن ننساهم أبدا أمام هذه المذبحة التي يشاهدها العالم الذي يقول أنه متحذر ولكنه يقتل كل يوم مئات من الأطفال ويهدم البيوت. شعبنا عربي وشعبنا واحد وسننتصر إن شاء الله، سننتصر كان لأي كان يتعامل مع هذا العدو الذي قتل الآلاف ويقتل المئات كل يوم من الأطفال والنساء ويضرب كل مستلزمات الحياة بتواطؤ مع العواصم التي تقول أنها تعني حقوق الإنسان. كيف يشاهد العالم كله اليوم؟ كيف يشاهد العالم كل هذه المذابح؟ أنا مع أبناء شعبي ولن هذا الموت، لأننا نحن أما أن نعيش أحرارا مكرمين وأما أن نموت شهداء. وفي سياق متصل بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار لدى استقباله بقصر قرطاج، كلفه بدعوة عدد من السفراء المعتمدين بتونس للمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، معتبرا أن العالم كله اليوم يشاهد على مدار الساعة تناثر أجساد الأطفال والنساء والشيوخ من الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والمشافي. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تضع هذه الدول حدا لهذه الجرائم وللمغالطات. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، دعا رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية إلى تكثيف العمل الدبلوماسي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المذابح التي تتكرر كل يوم على مرأى ومسمع العالم كله. وكان رئيس الجمهورية قد أدى مساء أمس زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، أين التقى وزير الداخلية وقيادات أمنية، وشدد رئيس الدولة خلال اللقاء على ضرورة مزيد التحلي باليقظة ومواصلة السهر على حسن تأمين المظاهرات المنددة بالعدوان الصهيوني على الأشقاء في فلسطين في كامل تراب الجمهورية حتى لا يندس فيها من له غاية أخرى في ضرب الأمن داخل تونس، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية. وتتواصل الجهود في تونس لمؤازرة الشعب الفلسطيني من خلال عديد المبادرات التضامنية. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والهلال الأحمر التونسي نظم في هذا الإطار عديد الأنشطة ستكون عائداتها لفائدة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة. التفاصيل مع عفاف بوبكر. معرض للحرفيات في الصناعات التقليدية والمواد الغذائية المحلية نظمه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بباردو ستكون عائداته لفائدة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة المحاصر. معرض يأتي في إطار حملة تبرع أطلقها الاتحاد منذ نهاية الأسبوع الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني. التبرعات الحقيقة مالية
تبرعات ايضا بالادويه وتبرعات اليوم الحرفيات نتاع الاتحاد قاعدين يعرضوا في منتوجاتهم والعائدات هذوما الكل باش يتبرعوا بها لفائده الدعم المقاومه. اليوم ابسط حاجه نجموا نقدموها الى جانب محاولاتنا كسر الحصار الاعلامي وايضا كسر العزله على الشعب الفلسطيني عبر ما لنا من علاقات مع اتحادات دوليه وعربيه، نظموا ايضا حمله تبرع لفائدة المقاومة والشعب الفلسطيني. انطلقت هي الحقيقة منذ يوم الجمعة في بعض الولايات الجمهورية كما باردو وين احنا اليوم، كما أريانا، مستير، سوسة، صفاقس، كل الولايات تقريبا بداوا في الحملة هذه. وعلى كامل تراب الجمهورية يستمر الهلال الأحمر في حملة جمع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني. وهنا في حي ابن خلدون بالعاصمة يواصل متطوع الهلال الأحمر عملية التوعية وجمع المساعدات، حملة لاقت استجابة شعبية كبيرة. احنا تو متواجدين في دار شباب حي ابن خلدون، قاعدين نلموا في الإعانات جمعتوهم الهلال الأحمر الفلسطيني. مازلنا مستحقين المولدات الكهربائية، خاطر كي يقص الضوء في السبيطارات وكل، ديجا كان سمعت لي قص الضوء ما عندهمش كيفاش باش يخدموا لي كونسونتراتور دوكسيجين وكل شيء، دونك مستحقين مولدات كهربائية، مستحقين دي كونسونتراتور دوكسيجين، مستحقين دي لونتورش المصباح يدوي والا كلي تلبس هكايا، هذوما الحاجات اللي مستحقين لهم، لي طونت، لي ساك دو كوشاش. مساعدات سيتم شحنها قريبا كدفعة ثانية للشعب الفلسطيني، وكانت أولى الشحنات قد أرسلتها تونس في 15 من الشهر الجاري عبر طائرة عسكرية باتجاه مطار العريش بمصر. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيل لدى حلوله أمس بالجزائر على رأس وفد برلماني أن هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها التي يؤديها وفد من البرلمان الجديد إلى الخارج ستكون مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر الشقيقة وتقوية التعاون البرلماني بين البلدين. وثمن بودربيل وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين والرغبة المتواصلة في إرساء علاقات استراتيجية ومتضامنة أساسها المصلحة المشتركة والتطلع نحو المزيد من الاندماج والتكامل. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الجزائري إبراهيم بوغالي عن ارتياحه لمتانة العلاقات التاريخية التونسية الجزائرية التي تشهد تطورات متنامية على مختلف الأصعدة وما فتئت تتعزز بحكم التقارب بين شعبي البلدين، مبرزا العزم المشترك والدائم على مزيد توطيدها وإثرائها خدمة لمصلحة البلدين. مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية نأخذكم في هذه الورقة مع هدى ورد لمحاولة التعريف بصلاحيات المجالس المحلية وأهدافها، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية حسب خصوصيات كل جهة. لا يزال دور المجالس المنتخبة محور النقاشات في الفضاء العام مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية وما تحمله معها من تساؤلات حول توزيع الأدوار والصلاحيات في بعدها التنموي بين المجالس، خاصة مع تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم محددة بالقانون بحثا عن ما يطلق عليه الخبراء تكاملا بين الولايات. هدف الأسمى لو ديفي معناتها لو بلوز امبورتون كيفاش نقصوا التفاوت بين الجهات في اقليم وبين الاقاليم زاده. يعني عملنا تكامل بين الولايات اللي اقل نمو مع الولايات اللي اكثر نمو باش يصير التكامل وتصير لافي دونترينمون هذا. احنا نحبوا التنميه، نحبوا لا كرياسيون دي ريسورس. خلق الثروة، جلب الاستثمار ودعم التنمية في الجهات والأقاليم المختلفة هدف يرتبط أساسا بجملة من الصلاحيات التي أقرها القانون بدءا بوضع المخططات التنموية والرقابة على تنفيذها الذي خص به الدستور مجلس الجهات والأقاليم. هو الصلاحيات المتعلقة بالمصادقة والموافقة على جميع المسائل المتعلقة بالقوانين، قانون المالية، الميزانية، وبطبيعة الحال المخططات التنموية، وأيضا الاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصة بالثروات الوطنية. بقية المجالس بطبيعة الحال ستنسحب عليها الصلاحيات المجلس الوطني
يعني للجهات والاقاليم ستنسحب بطبيعه الحال في نطاق اضيق على بقيه المجالس. نحكي على التمثيليه، يعني المواطن اليوم في مجال ضيق على مستوى العماده باش يختار الشخص اللي دافع على المطالب نتاعو بطبيعه الحال في المجال التنموي وغيره. المسؤول يبدا قريب يعرف مشاكله مشاغله، يعرف شنو المشاريع اللي يعملهم. دونك يلزم الانتخاب يكون على مشاريع على افكار هامه باش تصير النجاح هذه نتاع الانتخابات ونتاع الاقاليم. ثاني حاجه يلزم لا كومبيتيسيون بين الاقاليم، يلزم كل واحد منتخب يحسن من الخدمات نتاع اقليمه باش يجلب اكثر استثمار لاقليمه، استثمار داخلي وخارجي. هذا يعطي نجاح اكثر أكثر تنمية. وظائف جديدة أوكلها المشرع للمجالس المحلية والجهوية والغرفة التشريعية الثانية في إطار أداء وظيفي لا مركزي يراد منه تنشيط الحركة الاقتصادية ومحو آثار التفاوت التنموي بين الجهات، ما يمكن أن يترجم حسب الخبراء إلى العمل على مشاريع مهيكلة على مستوى الأقاليم. مثلا الأقليم الخامسة يعمل مشروع بتاع الإنرجي رينوفلابل، هذوما الأقليم كامل. الشمال الاقليم رقم واحد عندهم فلاحه، يجوا يعملوا مشروع نتاع فلاحه وخاصه صناعه نتاع اجرو اليمونتير التغذيه. تنجم يكون رئيس الاقليم يعمل ينجم اقليم نتاع رقم ثلاثه عنده برشا اراضي مهمله فيها مشاكل عقاريه، يجم يقول انا سنا راهو انتخبوني راهو المشاكل العقاريه مش نحلها. الاقليم رقم اثنين، السيرفيس رقم اربعة، نجم نقول انا راهو جهة كاملة مش تعملها سيرفيس متاع ميديكالي. ويعتبر الخبراء ان التقسيم في حد ذاته يحمل بذرة التكامل التنموي بين الولايات على امل تطوير البنية التحتية وتوفير الامكانيات اللوجستية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. رئيس الدولة يجدد تأكيد وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعو إلى تكثيف العمل الدبلوماسي لنصرة القضية الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي. مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية نسلط الضوء على دور المجالس المحلية في التنمية الجهوية وصلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الدفع والتكامل الاقتصادي. ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة نشراتنا الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. إلى اللقاء.